بعد انحباس الامطار دام شهور عرفت جهه بني ملال الخنيفره في هذه الايام هذه تساقطات مطريه وتساقطات ثلجيه لا باس بها ادخلت الفرحه على قلوب الفلاحين خاصه وعموم الساكنه. هذه التساقطات اللي انعشت الموسم الفلاحي الحالي وخاصه المزروعات الربيعيه واللي غادي يكون لها كذلك وقع على حقينه السدود وارتفاع مستوى الفرشات المائيه. أمطار اللي غادي تساهم في نمو الكلأ المشية واللي تضرات في عن نقص العلف والغلاء دياله. جهة بني ملال الخنيفرة هي غنية بثرواتها الطبيعية بسهولها وجبالها وغابتها وبحيراتها وتنوعها البيولوجي واللي بدأت كتعرف في السنوات الأخيرة تدهور ملحوظ بفعل سنوات الجفاف المتتالية والرعي الجائر وقطع أشجار الغابة وقتل الحيوانات اللي كتساهم في التوازن الطبيعي. التوازن ما احوج الانسان اليه. والوجهه ديالنا اليوم هي منطقه موج تابعه لجماعه فم العنصر واللي كتعرف كل سنه تساقطات ثلجيه مهمه كتمكن ساكنة بني ملال من التمتع ولو لايام قليله بجمال وبياض طبيعه جبالها الشامخه. الطريق في اغلبها هي غير صالحه للسير، لذا وجب الالتفات اليها واصلاحها في اقرب الاجال، لما لها من أهمية كبيرة في ربط بني ملال بمجموعة من التجمعات السكانية بإقليم بني ملال وإقليم أزيلال. عبر هذا الطريق هذه يمكن الوصول إلى مواقع سياحية رائعة ككاتدرائية مسفران بتلبويت ومخازن أوشقال المعلقة ببوتفردة، منتجع تغبلوت بالقصيبة ومواقع أخرى لا تقل أهمية. ونخليكم تمتعوا بجمال وسحر طبيعة جبال وسماء بني ملال الغالية. بلتي بون فاطمه جميل جميل جميل.
I'm
Thank you.